السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم قناه جهويه براس في المنزل ديالي. انا كريم، شاب جزائري مقيم في المغرب، في المملكه المغربيه، عندي مده 5 سنوات. اليوم استدعيت قناه جهويه براس للتنديد بما قامت به قناه العار، قناه الشروق الجزائريه، باهانه جلاله الملك محمد السادس نصره الله. وحنا ضد الاعلام هذا الخسيس والاعلام البائس اللي شوه سمعة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. أنا جزائري مقيم في القنيطرة مدة 5 سنوات، متزوج، اللهم لك الحمد، عايشين مع خوتنا المغاربة، اللهم لك الحمد، عايشين في البلاد هذه في أمن وأمان واستقرار. المغرب بلد مليح، فيه الخير، فيه جميع الخيرات، يعني اللهم لك الحمد رب العالمين، نعم على البلاد هذه بالخير. وحنا كجاليه جزائريه مقيمين في المغرب نستنكروا ونزيدوا ندوا نستنكروا بالشيء اللي دارته قناه الشروق، لانه لا يمثل الاعلام الحر. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. احنا اتصلنا بقناه جهويه براس، غادي نحدثوهم شويه على الجزائر وعلى المغرب وعلى الاوضاع الراهنه. احنا انا كمواطن بسيط ظلمني النظام الجزائري، ظلمني بكثرة بسبب مساندتي للقضية المغربية والمساندة ديالي للصحراء المغربية، لان الصحراء راهي مغربية. وعاش جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لانه هذاك الامير نبغيه من بكري، انا من كنت صغير نبغيه، انسان عز الله وكرمه. وانا ضد الافعال هذه اللي راهو يدير فيها النظام الجزائري، افعال يعني مسيئه للشعب الجزائري ومسيئه للامه العربيه والوحده المغاربيه. ايوا حنا كجاليه جزائريه الحمد لله، والله ما يخصنا حتى حاجه في البلاد السعيده هذه مع خوتنا المغاربه، اللهم لك الحمد. رانا الناس هذ مزينين، نشوفوا منهم غير الخير، ورانا نشوفوا منهم غير الحاجه الطيبه، اللهم لك الحمد. اي مغربي تقول له انا جزائري يقول لك مرحبا، انت في بلدك الثاني. وكبروا بينا، ومكثرة ما كبروا بينا والناس هذا معزونا وقدرونا، ولينا حتى احنا ندافعوا على المصالح ديالهم وواقفين معاهم. يعني صراحة الانسان اذا اكرمت الكريم ملكته، هذا الناس كرماء، ويلق احنا اقل شيء غادي نجازيهم هو الكلمه، لان السكوت يعني الحق شيطان اخرس. احنا ما نقدروش نسكتوا على الحق، لان هذه قناه الشر تمادات بزاف، وحنا على بالنا بلي قناه الشروق راهي مدعمه من طرف العصابات، والعصابات هذيك راهي تشوف المغرب راهو ناجح. سبحان الله، ناظروا الحقيقه، المغرب فيه التي جي بي، فيه الترام، فيه يعني الخيرات، فيه كل شيء، فيه البنيه التحتيه، جلالة الملك والمسؤولين اللي معاه، يعني جميع المؤسسات راهي تعمل بجد لتنمية المملكة المغربية. لكن احنا في الجزائر للأسف اللي جينيرو يخدموا إلا مصالحهم ومصالح الأولاد تاعهم، البلاد هبطوها يعني إلى أسفل السافلين، ويجيو يقول لك البوليزاريو وما البوليزاريو. احنا رانا ضد جبهة البوليزاريو، احنا الجالية الجزائرية المقيمة في المغرب، احنا ضد هذيك الجبهة الانفصالية. احنا رانا مع جلالة الملك ورانا مع الصحراء المغربية، وبصراحة المؤسسات المغربية يعني مؤسسة ملكية عندها رؤية يعني مستقبلية. وجلالة الملك احنا كنا نشوفه في الخطابات نتاعو كل خطرة يمد يدو للنظام الجزائري، يدينا مفتوحين، مرحبا بكم، مرحبا بكم، لكن النظام الجزائري ما بغاش. العالم، العالم رانا في القرن 21، العالم راه في التفتح والانفتاح. احنا نقولوا للعصابات هذوك الله يهدينا، الله يهدي لي جينيرو، حطموا الجزائر وحطموا الشعب الجزائري، ونتمناو الخير للبلاد، ونتمناو الخير لجميع الامه الاسلاميه، وان شاء الله ان شاء الله يكون اتحاد مغاربي، ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا. وحنا نطلبوا ان شاء الله الصحراويين يرجعوا للرشد نتاعهم، ويرجعوا لبلادهم، ويخليونا من المشاكل هذه. وخاوة وان شاء الله تفتح الحدود ان شاء الله، وترجع المياه الى مجاريها، ونتمنى ان شاء الله الجزائر تستقر امنيا، ويكون عندها رئيس ان شاء الله، يكون رئيس شرعي مثل الشعب الجزائري،
وفي الأخير أنا وش غادي نقول؟ الصحراء مغربية إلى أن يرث الأرض وما عليها، وعيش جلالة الملك، لأن احنا جلالة الملك رانا نبغيه كشخص، كشخص احنا نبغيه، واللي فيها الخير ربي يجيبه. والسلام عليكم ورحمة الله، وشكرا لقناة جهوية برس على الاستضافة.